قدامي برشا عباد ومغادي برشا عباد وانا فرحانه ياسر ان الناس الكل انضمت لجمعيه مرض السرطان. احنا اليوم باش نحكيو على الامل، نحكيو على الحب، نحكيو نعيشو، نحبو نعيشو في الامل وفي الحب. عندنا مشاكل في الصحه في تونس، عندنا المواعيد البعيده، عندنا تودويات اللي ما فماش. هذا نقدنا غنى، ماهوش نقد في وقته ولا حاجه، جست ان نقولوا هذه صيحه من مرضى السرطان. مواعيدهم البعيده في المستشفيات العموميه الخاصه هذيك برشا فلوس، مش الناس الكل نجم. دونك العموميه لازمها تكون تحت طلب المريض، احنا لازمنا نداويو بفلوسنا. الناس الكل عندهم ضمان اجتماعي شكون يسندنا، نلقاو حقنا من دولتنا، نلقاو حقنا في المواعيد القريبه. خاطر السرطان ما يستناش، السرطان نتكلم هكاك خاطر فريمون مريض يحب له عامين ونص تكمل المداوات الا ما هو في حاله متقدمه. هذه هي المعضله الكبيره اللي موجوده في تونس، المواعيد والادويه فيها باس. دو نقولوا اكتظاظ بالحق، اما يعيشكم خذوا الوقت متاعكم هذاك، اضحكوا للمريض، طمنوه، مسحوا له على كتفه، قولوا له انا معاك ماكش وحدك، احنا الطب، انت المريض واحنا الطب، ما خلي وحدك، نعملوا جهد المريض. مش معناتها برشا طب، ما نقولش الكل، فما برشا طب خارقين العاده، اما حتى الاستثناء ما عادش نحبه. 100% من المرضى، علاش نعطيهم معنا، نعطيو برشا حب، برشا معاونه، برشا نصائح، ننصحوهم شنو لازمهم يعملوا، نحطوهم في اطارهم الجديد اللي هي ابتلاء من عند ربي. ومن بعد كي نخرجوا من المستشفيات ننساوك التعب نتاع المرضى وكل، نتفكروا كان الباهي اللي عملناه لهم. ربي تفكروا الحاجة الباهية، قد ما تعمل الباهي مع المريض راك تروح خفيف وفرحان وترقد وانت مطمئن وتقول أديت واجبي الإنساني. هذه نداء للطاقم الطبي الكل. باهي احنا ملغريتو سا احنا ومواصلين قدرنا، والمداوات هو حقنا. واليوم باش نعملوا المارش نتاعنا، انا نحضروا في رواحنا، نعملوا المارش نتاعنا كل خطوه بحب، كل خطوه نزرعوا فيها الحب، نزرعوا فيها الموده، نزرعوا فيها الامل. بالامل الكلنا نعيشوا، والامل والحب مع بعضهم راهو يقوي مناعه الانسان. بلا انحباط، اللي قدامي نغزر لها توا، عبي روحك بالامل وبالشده في ربي، وقدره ربي راك تبرا، قدره ربي كلنا نبراو اذا قوينا مناعه بدننا. راهي المداوات توا في العالم الكل بتقويه المناعه، والدويات هذوما ها مدام نابلي قدامي وتعرف اللي هما ثمنهم باهظ ياسر، والدولة توا في الحالة متاعنا هذه صعيب ياسر باش تعطي دويات هذوما. نعملوا على رواحنا، ناكلوا ماكلة صحية ونظيفة، نعملوا رياضة، نضحكوا، ندزوا المشاكل. يجي مشكل قول والله نعرف اللي يزيد شوية باش يمشي المشكل هذايا ويتحل وما عاد فما حتى شيء. دونك علاش أنا نحبط في روحي توا، بدني ساعتنا شدوا في ربي ونحبوا البيت ونحبوا الدنيا ونحبوا. واللي ورانا هاكم تشوفوا القهوه دي، نحب نشكر مولا
السالون دو تي هذيا، شكر جزيل ياسر اللي هو اعطانا كل شيء اللي نسحقوه. قل انا نحب نعمل الخير وانا معاكم، وقال لنا ديما كل ما تحبوا تعملوا حاجه راني حاضر. يعطيها الف صحه، بيبارك له في ماله في رزقه في صحته. احنا نعمل سندت بلدية تونس، رئيس بلدية قالت لي بالجيم تخوينا. كان عن مع السيد احمد ونيس اللي هو الاب الروحي للجمعية. معنا برش عباد، فما مراد محجوب، فما برش عباد اللي هما قلوب طيبة وقلوب باهية، وبرش هنا نشوفوا العباد قداش فعلت مع الجمعية. مرحبا بالناس كل، وننطلقوا تو نحبكم تسمعوا السبوت وتوجيه جماعة باش يحضروا الانطلاقة. ونهاركم مبروك، نهاركم سعيد. اسمع مع الاسوسياسيون دي مالاد دو كونسير، يجاونا يجاونا في المقر نتاعنا، والله لا تشوفوا واحد ما تدخلوا. ايجا تيمواني ها وزارة الصحة، وهاي وزارة الصحة اطلع. يعيشك يفضلك يفضلك. ها مديرة جهوية بنابل زادة معانا. اللي يدخل للجمعية ما يراه كان النور، وبالاخص كي تطلع وتشوف المقر نتاعنا الدار الخضراء. الدار الخضراء اللي يدخل البهجة تجيه، ما تقولش لا سرطان ولا حتى شيء. الناس كل تضحك وتلعب، ماكلة شاربة راقدة بلاش غراتويتمون. عندنا des ateliers de formation. قاعدين نعملوا دي فورماسيون المريضة اللي تجينا باش تعدي أكثر من شهر عندنا، ما تخرج كان بالدبلوم نتاعها وبالماتيريال اللي باش تعمل به المشروع نتاعها. معناتها سي اون بروجيكسيون فيغ لا في، مش لا ستاغناسيون ولا الله لا يقدر حاجة أخرى. الكلهم يدخلوا يبكي ويخرجوا يضحكوا، هذوما اللي في الإدارة. ما بالك الأخرين اللي في الفوايي يدخلوا يبكيوا خاطر حاجة جديدة وكل، يخرجوا فرحانين في قلوبهم أما يبكيوا خاطر باش يغادرونا. هذه حاجة نعتز بها. ونعدي الميكرو لمدام نابلي. عسلامتكم الناس الكل. دابور جو ميرسي، نشكرك برشا مدام روضة زروق على اللي تعمل فيه الكل. مدام روضة زروق أنا عرفتها توا سنوات، أنا كنت المسؤولة الوطنية على مكافحة السرطان وقتها. عسلامة، وقتها عرفت مدام زروق، لكن ما بدات الخدمة بين بعضنا مع بعضنا إلا في السنوات الأخيرة تو. وكانت لي فرصة كبيرة ياسر باش مشيت وزرت الدار الخضراء نتاعها. والله العظيم روحت من غادي نبكي، نبكي بالفرحة، بالفرحة اللي فما ناس هكايا اللي لاهين بمرضى السرطان ولاهين بهم بصفة خارقة العادة، خير من داري ومن دارك ومن دارك. راهم بالله العظيم عايشين في ظروف أكثر من حسنة، واللي لاهين بهم بالابتسامة بالسياسة بالتفهيم، يفسروا لهم دواهم، يفسروا لهم مرضهم، يفسروا لهم التحليل نتاعهم. ما نجم نقول كان برافو مدام زروق ويعطيكم الصحة. جوست كليمة على اليوم العالمي أكتوبر روز، أكتوبر وردي، هو أكتوبر وردي لمقاومة سرطان الثدي اللي نحب نقوله هوني. راهو أول سرطان للمرأة وأول سبب للوفيات بالسرطان عند المرأة، لكن الحلول موجودة، الحلول موجودة. باش نمشي ونعديه، كل عام كل مرأة تمشي تعدي مرة عند طبيب ولا عند القابلة يشوفوا لها كيف ما حاجة، يعديها تعمل موغرافي وتريقل أمورها، يعديها المدام زروق. وكان والله العظيم مدام زروق أنا من وزارة الصحة، ونقول مدام زروق تخدم أكثر من وزارة الصحة، ونقولها ومسؤولة على اللي نقول فيه، أنا مسؤولة على اللي نقول فيه. دونك تمشي تعدي، واذا ما عندها حتى شيء هاكا تقعد مطمئنه عام كامل، العام اللي من بعده تنجم تشوف. بالنسبه للفحص الذاتي، انا كمسؤوله سابقه وكالان خبيره بمنظمه الصحه العالميه، نحب نقول لكم اللي الفحص الذاتي ما عادش عنده قيمه كبيره ياسر. مش لازم كل شهر نعملوها، نعملوها مرتين ثلاثه في العام. هاكا المراه كي تعمل حمام ولا كي تدوش تمشي تشوف روحها جوست باش تعطي قيمه لبدنها، تعطي قيمه للثديين نتاعها. اذا شافت حاجه انورمال
راك عبوره ولا اللطف ما يجري من المملون ولا حاجه، وقتها تمشي للقابله وتمشي لطبيبها باش تداوي. الماموغرافي هامه جدا، لكن كما قالت مدام زروق ما عندناش ماموغرافي في كل بلاصه، هيك علاش بور لو مومون نخليوها للناس اللي نلقاو لهم عندهم حاجه مش طبيعيه، وللناس اللي هما دي جروب ا ريسك معناتها متعرضين اكثر من غيرهم للمرض السرطان، خاصه اللي عنده اخته ولا امه ولا بنته مرضت ولا ولا مريضه تو بالسرطان. وبارك الله فيكم. يعيشك مدام نابلي. نحب نكمل انا على ما تحكي هي على الماموغرافي. ما نعملوش راهو ما فماش بريزون شارج في الماموغرافي هكا ولا لا. هو احنا لقينا الحل، شقاقه في الدار، حطك شقاقه كل يوم ترمي 500 دينار دينارين يتلموا على الاقل 365 دينار، تعمل وانت راسك عالي ولا تقعد تفركس شكون باش يعمل لك، ولا السبيطار يبعثك عام ونص ولا واحد. هذه شقاقتك نتاعك، تعمل ماموغرافي قدا باش تكلف. يجينا لينا احنا تو نعملوا لكم السوم نهبطوه على الاخر معنا احنا، خاطر عندنا دي كونفونسيون، والباقي ليك انت تمشي تحوس بيه وتشيخ، تمشي للحجام تمشي تشيخ، تحب تتعشى تحب تخرج عائلتك تحب تعمل بدنك لروحك، تمشي حمام وحجامة ومانيكور وبيديكور، وديما الفلوس مازال خليهم خميرة العام الجاي. انا نحب نشكر الإدارة، إدارة جمعية مرضى السرطان، نحب نشكر أمل الزايدي زادة اللي هي ديما معانا، نحب نشكر القابلات اللي هما ديما معانا ومتجندين باش نسمي ما شاء الله. اما القابلات الكل هي هذه حاجه من معناتها القابله هي شنو، هي الحياه تتعدى من يديها، هي اكل الصغير اللي تولد ذاك ونزغرته اللي هو تولد في صحه جيده، هما القابلات قبل من الاطباء. عندنا زاده هنية المديره الجهويه للصحه بنابل، عندنا المسؤوله في جهه الكيف ونابل وكل منيره، حياه هذيك ديما معنا، نرجس هذيك نرجس هاكا واحده قد نحبها في صلاح عزيز، واكثر حاجه رقيه اجا بحذانا. رقيه هي اللي تمثل سفاره فلسطين اللي هما احنا معاهم وهما معانا، احنا لاهين بالمرضى الفلسطينيين في تونس، لاهين بالامن الرئاسي، المرضى متاع الامن الرئاسي، الامن زاد لاهين بهم، واللي يقصدنا يقصد كندا كبيره، وعمرنا ما رجعنا حد، لازم نلقاو الحلول. حتى ساعات نقول صعيبه وربي يعمل لي هكاك وتجيني الافارقه عندنا برشا ولاهين بهم، الجزيريه اللي في تونس، الليبية اللي في تونس، معناتها بلا حدود، والمارش هذية من غير حدود هي عالمية، ومشاركين معنا بلدان في العالم. على ذلك أنا وخرت عليكم شوية باش نطلقوا فرد وقت وتوا كلمة باهي. كلمة شكر. أنا دكتورة سهيلة العوني المديرة الجهوية للصحة نابل. نشكر مدام زروق على ليزاكتيفيتي اللي تعمل فيهم الكل، والتبرعات اللي قاعدة تقدم فيهم في كامل تراب الجمهورية. أنا كمعناتها مديرة جهوية جانفيت تو الموند دو بارتيسيبي أ سيت أكسيون. تعرفوا اللي شهر الوردي هو المرأة تتفقد روحها، ولو هو يزن على طول العام ما ننساوش روايحنا. وقبل ما نخلطوا لهذاك الكل يلزمنا نعملوا تثقيف صحي اللي هو لاكتيفيتي فيزيك اي لا نوتريسيون ايكيليبري، باش ما نوصلوش الله لا يقدر ان شاء الله ليه معناتها السرطان الثدي. وسورتو اللي عندها وحده من العائله، يعني الاخت الخاله الام اللي عندها معناتها سرطان، بنتها لازم تمشي تعدي. راهو فما فاكتور دو اريديتي، دونك لازمنا سورتو لي فام اللي عندهم دي زونتيسيدون فاميليو في الكونسير دو سان. دونك ان شاء الله الناس الكل لاباس. مدام زروق يعطيك الصحه على ليزاكسيون اللي تعمل فيهم الكل. جو فوز انفيت في نابل باش تعملنا اكسيون كيما هكايا، ونرحب بيك كالعاده. مرحبا بيك، يعيشك. يعيشك. مش شهر اكتوبر خاطر معبي وين باش نحطوا روايحنا، واحنا جيناكم من قبل وتبرعنا لكم بكرسي لل اون شيز دو دونتيست، عملنا
معناتها اللي يطلبوا راهو كان نجموا نعملوا. توا رقية سفارت فلسطين نايبة عن سفير فلسطين، راجل طيب الهايل الباهي. صباح الخير. أنا حبيت نقول الحب ماهوش كلام، الحب أفعال. تونس دائما كانت تقدم الحب لفلسطين مش بس بالكلام بالأفعال. في أنا ما رح أطول كثير، حأقول كلمتين يمكن يختصروا الموضوع الكل. في 82 كداءت الأرض الكل في الفلسطينية لقوا أرض تونس، وكي مريض يضيق في فلسطين في أرض تونس فلسطيني نحن نلجأ المدام زروق، ربي يطول عمرها ويحميها، ومشكورة على كل الجهود اللي بتعملها، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح وفي العالي أنت وتونس. شكرا مع فلسطين. يعيش ان شاء الله لاباس، ان شاء الله كل الناس كل لاباس، والله لا يمرض حد. وكما قلنا كي يبدا صغير راهو لاباس ونبراو ونرجعوا للحياه كما نحبوا احنا. يعطيكم الصحه على الحضور، مرحبا بكم. وطول انطلاق نتاع المارش نتاعنا، مرحبا. من بعيد الكل نعرفوا شكون مرض بالكونسير. احنا تو في اليوم مراه على 8 تمرض بسرطان الثدي، اما نجموا نتفاداوه على خاطر كيف نفيقوا به بكري يبراو منه 9 نساء على 10. على هذا يلزم التقصي المبكر. ملي عمرك 20 سنه لازم تعمل ايكوغرافي مره في العام. نجم زادا كل شهر تعمل فحص ذاتي من اوتو بالباسيون. وفي الأربعين لازم تعمل كل عامين ماموغرافي. أقل شك يزمك تمشي للطبيب. حبوا الحياة، حبوا رواحكم، امشوا اعملوا ديبيستاج، والله لا يقدر كان لقينا حاجة نكونوا اختفناها من الأول وهكاك نمنعوا منها. آلاف نساء توينسا يمرضوا بالكونسير دو سان كل عام. الكونسير كل ما تفيق بيه بكري كل ما التريتمون نتاعو يكون اسهل و بلوز افيكاس. اي حاجه تتبدل في حالتك الصحيه اعلم بها طبيبك. بالديبيستاج تنجم تسبق المرض وتكون اقوى منه. ما تحكمش على روحك قبل ما يحكم عليك. آلاف نساء توينسا يمرضوا بالكونسير دو سان كل عام. الكونسير كل ما تفيق بيه بكري كل ما التريتمون نتاعو يكون اسهل و بلوز افيكاس. اي حاجه تتبدل في حالتك الصحيه
اعلم بها طبيبك. بالديبيستاج تنجم تسبق المرض وتكون أقوى منه. ما تحكمش على روحك قبل ما يحكم عليك. كنا نقفوا هوني باش نطلقوا مع بعضنا. كنا قدام الدروج هنايا. عايش كيف نطلق عايش. شكون يجيب؟ وينهم جماعتنا؟ وينهم؟ وين اللي باش يعملوا المارش؟ منيره 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 هاني هوني يا سامي. ربي دابو زمان حس روحي تقلقت في صعيب. وين تاع المارش؟ هيا عاد منير معروفي والجماعة الكل اللي معاه وينكم؟ تعبت تعبت والله تعبت. ليه كله أنا؟ ما عنديش كاسكيت. عم جاي يعمل دي كاسكيت. عالسلامة. الوان الوان شنو كان عملنا كالغاز الناس كل هوني حاضرين. مدام الإمام اللي هي والله تعبت معانا ياسر يعطيها الصحة. لونيون دي راديو أغاب يعطيها الصحة. وينهم الجماعة؟ ما فهمت وينهم متاع المشي؟ وينهم وينهم جماعة المارش؟ وينهم؟ لا مش متوبة. اي ملا خل نمشي ولو بلي دبو زمئة. هاي حلي حلي حس في روحي ثم بقى باردة مش باردة. خلينا الانطلاقة من بعد نقعد نشوفها ما غادي. اي اي الناس كل الناس كل.
وكنا مع بعضنا حتى للبولينج حتى بعضنا. شكون يصور؟ خالتي عمتي اليوم مرة على 8 تمر بسرطان الثدي اما نجمو نتفاداوه على خاطر كيف في كونسير احنا توا في تونس قريب 14000 تعداو بالمرض هذا مرض خطير اما مش مستحيل تغلب كل واحد منا ينجم يبدا بروحه ويعرف روحه اذا كان هو مريض والا لا اي حاجه تبدل فيك في بدنك تحسها وما تعرفهاش سخانه نفاخ سينيومون بير دو بوا جرح ما حبش يبرالك تعب كبير كل طبيبك ينصحك يوجهك ياخذ معك الكونسير نجم نغلبوه تحكمش على روحك قبل ما يحكم عليك عمل ديبيستاج مع بعضنا نقاومو ومع بعضنا نقاومو خالتي عمتي الكوزان تاعي صاحبت اختي من القريب ولا من البعيد الكل نعرفو شكون مرض بالكونسير احنا توا في تونس قريب 14000 تعداو بالمرض هذا مرض خطير اما مش مستحيل تغلب كل واحد منا ينجم يبدا بروحه ويعرف روحه اذا كان هو مريض والا لا اي حاجه تبدل فيك في بدنك تحسها وما تعرفهاش سخانه نفاخ سينيومون بير دو بوا جرح ما حبش يبرالك تعب كبير كل طبيبك ينصحك يوجهك ياخذ معك الكونسير نجم نغلبوه تحكمش على روحك قبل ما يحكم عليك عمل ديبيستاج مع بعضنا نقاومو وما بعضنا نقاومو خالتي عمتي الكوزان تاعي صاحبت اختي من القريب ولا من البعيد الكل نعرفو شكون مرض بالكونسير احنا توا في تونس قريب 14000 تعداو بالمرض
آلاف نساء توينسا يمرضوا بالكونسير دو سان كل عام. الكونسير كل ما تفيق بيه بكري كل ما التريتمون نتاعو يكون اسهل و بلوز افيكاس. اي حاجه تتبدل في حالتك الصحيه اعلم بها طبيبك. بالديبيستاج تنجم تسبق المرض وتكون اقوى منه. ما تحكمش على روحك قبل ما يحكم عليك.